بسم الله نبدأ. غزوة بدر. غزوة بدر سمت بغزوة بدر الكبرى وبدر القتال وبدر الفرقان. هي غزوة وقعت في 17 من رمضان سنة 2 هجرية الموافق ميلاديا 13 مارس سنة 624 ميلادية. وقعت بين المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبيلة قريش ومن حالفها من العرب بقيادة عمرو بن هشام المخزومي القرشي. غزوة بدر أول معركة من معارك المسلمين الفاصلة، وتسمت بالاسم ده علشان منطقة بدر اللي حصلت فيها المعركة. وبدر هي بئر مشهورة واقعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. بدأت المعركة بمحاولة المسلمين اعتراض جمال قريش المتوجهة من الشام لمكة المكرمة، وكان يقودها أبو سفيان بن حرب. لكن أبو سفيان تمكن من الفرار بالقافلة، وأرسل رسول لقريش يطلب العون منهم والمساعدة ونجدتهم. استجابت قريش وخرجت لقتال المسلمين. كان عدد المسلمين في غزوة بدر 300 وحوالي 14 رجلا، معهم فرسان وسبعين جمل، وكان عدد قريش 1000 رجل معهم 200 فرس، وكانوا حوالي 3 أضعاف جيش المسلمين من حيث العدد تقريبا. انتهت غزوة بدر بانتصار المسلمين على قريش، واتقتل قائد قريش عمرو بن هشام، وكان عدد من قتل من قريش في غزوة بدر 70 رجلا، اتأثر منهم 70 آخرون. أما المسلمين ما اتقتلش منهم غير 14 رجل فقط، 6 منهم من المهاجرين و8 من الأنصار. غزوة بدر حصل لها نتائج نافعة بالنسبة للمسلمين، إنهم أصبحوا مهابين في المدينة المنورة وما جاورها من بلاد، وأصبحت لدولتهم مصدر جديد للدخل وهو غنائم المعارك. وبكده اتحسن حال المسلمين المادي والاقتصادي والمعنوي.